يوم آخر تودع فيه المحافظات الجنوبية 4 شهداء ارتقوا بعد قنصهم برصاص متفجر قاتل في الجمعة 5 لمسيرة العودة. في غزة الشهيد خليل عطلة ومحمد المقيد، وفي خان يونس عبد السلام بكر والطفل عزام عويضة 14 عاما. لا يختلف مشهد بيت العزاء، فالحزن وألم الفراق سيد الموقف. الحمد لله رب العالمين، الله مصبرنا الحمد لله. فدا الوطن، كل جمعة إلا يروح، كل جمعة إلا يروح، خلص الصواب بالهي كمان ورجعوا تاني. لا يمكن ترجمة وجع أمهات الشهداء اللواتي فقدن فلذات أكبدهن. فوالدة محمد ذو 20 عاما تحجرت دمعتها في مقلة لطالما تكحلت برؤيته، وهي ترقبه يعود ليتناول طعام الغداء الذي لم يتذوقه. كنت في صلاة الجمعة، روحت لقيته قاعد بيستناني على الباب. بقول له وين بدك تروح؟ قال بديش اروح ناطر، بس اعطيني مصاري، بدي اروح مشوار ومش مطول. والله حتى ما اكل، قال لي خلي لي الساندويش مرتدي لعبين ما ارجع. بنتي بتفتح عن شافت اخوها، قالت يوم اخويا شهيد. الله يرحمه، لازم نتحمل. في السراء والضراء لازم نتحمل، الله يصبرهم يا رب. يصبرنا انا كمان معاهم. لهم الجنة ان شاء الله الشهداء. شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر، إيمانا بحقه في عيشها وإن سلبت، وفي أرضه المحتلة وإن حوصرت، ليسلم جيل من بعده جيلا حتى تحقيق الحرية والاستقلال. ما إن يكاد يغلق بيت عزاء لشهيد حتى يفتح آخر وآخر، وكأنما الحزن يأبى إلا أن يخيم على أرجاء المدينة التي يحاول أبناؤها الذين يخضبون ترابها بدمائهم وثورتهم لفظ الاحتلال بما جادت به وطنيتهم في مسيرات العودة الكبرى السلمية والتي يطالبون فيها بحق العودة. صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين، غزة.